الياس طيب هم هم كلش طيب اسوي لك يوميه ماشي يقلب امك انتي يا هلا ومية هلا شلونكم يا اغلى عائله ان شاء الله الكل يكون بخير كل عام وانتم بمليون خير ربي يعود عليكم بالصحه والسلامه وان شاء الله يا ربي كل واحد يشوف الفيديو مالتي اليوم وعنده امنيه بقلبه يا ربي تتحقق اماني. طبعا بالفيديو اليوم راح نسوي كليشة العيد مثل ما تشوفون اريد اشوف لكم اياها شلونها. طبعا كلش هشه وكلش طيبه والذوب بالحلق ذوبان بس باعوها شقد هشه يعني شقد ما تتصورون طيبه. جربوها قولوا لي رايكم. وهذه مال الفستق حلبي يعني تشوفون شلون هشه وباعوا الداخل مالتها فتشي. اذا انتم اول مره تشوفون قناتي اتمنى تضغطون على زر الاشتراك حتى تكبر عائلتنا بوجودكم وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. واذا عجبكم هذا الفيديو سووا لي لايك من يديكم العسل يا عسل انتوا. المقادير 3 كوب طحين، نصف كوب حليب باودر، 225 غرام زبدة او سمن بلدي، ربع ملعقة شاي ملح، ربع كوب سكر، 1.5 ملعقة أكل بيكنج باودر، نصف ملعقة أكل خمرة، ربع ملعقة أكل هيل، كوب ماء دافي. تابعوا الفيديو للأخير حتى تشوفون طريقة العجن والشوي وكل شيء. هنا ضفت الملح وراح أضيف البيكنج باودر وراح أضيف نصف كوب حليب باودر وهنا راح أضيف الهيل. طبعا الهيل لا تكثروه حتى ما تصير العجينة سمرة. ونفس الشيء الزبد او السمن، اذا كان كلش حار فالعجينه مالتكم راح تصير سمره، خلوه بدرجه حراره الغرفه. انا بالنسبه لي اللي سويته حطيت نص كوب زبده ونص كوب دهن حر او سمن حيواني. من اهم اسرار عجينه الكليتشه حتى تكون كليتشتكم هشه وتخبل انه ما تعجنون العجينه مثل ما تعجنون عجينه الخبز او البيتزا. الكليتشه تنعجن بطريقه تلم العجين، يعني بس تلمون العجين. وانا هنا دا اسويها رمليه، دا احاول ادخل كل الزبد على الطحين. مثل ما تشوفون شلون صارت عباله كراميل. هسه راح اضيف لها المي. هنا بالنسبه للمي عندي مي دافي راح اضيف عليه الشكر والخمره واخلطهم شويه واضيفهم للعجينه. طبعا من طحين الى طحين تختلف كمية الماء، يعني اني استخدمت بس 3/4 كوب ماء مع انه هو المقدار ياخذ ماء كوب كامل، بس هذا الطحين لا هالمرة اخذ مني بس 3/4 كوب. تضيفون الماء تدريجيا وظلون تشوفون العجينة تاخذوها بيتكم تعجنوها وتحاولون تفتحوها اذا كانت سهلة، فاذا بعد ما تحتاج ماء مثل ما تشوفون هنا اني راح اضيف الماء تدريجيا لحد ما اوصل للنتيجة اللي تكون العجينة مالتي لا هي لينة لينة ولا هي قوية. طبعا هذه العجينة تخبل عبالك طين اصطناعي كلش مريحة بالشغل. جربوها وقولوا لي رايكم. تخافون لما تشوفون عجينة الكليتشة هيج متفكفكة لأنه هي لازم عجينة الكليتشة تكون متفكفكة، لأن مثل ما قلت لكم إحنا بس دلم العجين مدى نعجنها. مثل ما تشوفون هنا أنا بس دا ألم العجين وراح أتركها ترتاح بس نص ساعة.
اذا انتم تحبون الكليتشه مالتكم تكون مثل مثل الصمون فخلوها تختمر اكثر، بس اذا انتم تريدوها تكون كانما بسكت متقرمش لا، خلوها تختمر من ربع ساعه الى نص ساعه. وهنا نبدي بالحشوات. طبعا انا عندي هذا التمر هو الجاهز يعني لحجوه، انا بس ضفت له دهن حر او سمن حيواني وضفت له ملعقه هيل وعجنته مثل ما تشوفون. حشوة الفستق حلبي راح نحتاج 6 ملاعق سكر و3 ملاعق مي. طبعا انتو اني ضفت للمي هم ماء الزهر اذا تحبون تضيفوه او لا. هنا انا راح اكسر الفستق حلبي بمحضرة الطعام او تحبون تفرموه بالسكين او تكسروه عن طريق كيس وتدقوه، بس انا كسرته بمحضرة الطعام للسهولة واسرع. وهنا عجينتنا بعد ما اختمرت، قلت لكم ما طولت اني بس نص ساعة لا غير، لانه اني ما احبها تكون مثل الصمون، احبها شوية تقرمش يعني. وبالنسبة لحشوات الكليتشة فهو عالم عالم من الحشوات، حشوة جوز الهند، السمسم، الجوز واللوز، حسب انتم اللي تحبوه تسوون الحشوة. انا شاركتكم بهذه الحشوتين. طبعا اي حشوة مكسرات تقدرون تسووها نفس الفستق حلبي بالضبط، وطيبة وتنطي نكهة، والمي ورد المي زهر او المي ورد لا تخافوا منه ينطيها نكهة كلش طيبة للحشوة. بس شوفوا العجينة ايش قد سهلة بالتشكيل، عبالك طين اصطناعي تجنن مثل ما قلت لكم، كلش سهلة ومريحة بالشغل. بالنسبة لوجه الكليتشة إذا أنتوا تحبون يكون لونها أبيض لا تدهنون وجهها بالبيض، بس أنا أحب يكون وجهها أشقر، فضفت لها بيضة وحطيت ملعقة استكان نسكافة، لا تخافون من هاي الإضافة. طبعا هي ما تنطي أي طعم بس تنطي لون كلش حلو وتقلل من الزفرة مال البيض همين. الفرن أنا حميته من قبل، حطيته على درجة حرارة 200، شغلته فوق وجوه. طبعا انتوا لما تشوفوها صارت شقره خلاص تطلعوها، بس اهم شيء ان تكون الحراره 200 وتحطوها بالرف الوسط حتى تاخذ حراره من كل مكان.
هنا أنا حبيت أسوي شكل مختلف شوية عن شكل القالب، لأن صراحة القالب مو كلش عجبني، كلش يعني صغير طلع وما أدري الطبعة ما تبين دي، مو في القوالب العراق اللي تخبل. هنا هي هاي القوالب اللي يجيبوها إن شاء الله. داخل يوم جيت العراق أول شيء أشتري قوالب الكليتشة. على العموم مثل ما تشوفون عادي فتحت العجينة وراح أخلي عليها تمر، هم راح أفتحها وراح ألفها. طبعا راح أقطع لكم إياها بطريقة كلش سهلة وتطلع التقطيع مضبوط. حتى تقطعوها بس تجيبوا اي خيط نظيف ومجرد تقصوها بهذه الطريقة مثل ما هي موضحة قدامكم بالفيديو. طبعا احسن من السكين وما تنطعج العجينة او شيء، تظل مثل ما هي طريقة تقطيع فتشي. وهذا هم شكل ثاني هم سويته بالتمر، يعني بقايا العجين اللي بقت عندي وباقي عندي هم فستق حلبي، قلت احسن ما اذبه حطيته على العجين من فوق، على عفوا على التمر من فوق، هم صارت كلش طيبه وفي الطعم فتشي نوتشي فستق على تمر على هاي صارت كلش طيبه. هم جربوا هاي الطريقه. واللي هنا وصل لنهاية الفيديو حبايبي، أتمنى الفيديو ينال إعجابكم. إذا سويتوا الوصفة لا تنسون تشاركوني بصورها على إنستغرام، راح أشاركها على الستوري ويا المتابعين. وإذا أنتم بعدكم ما متابعيني على الإنستغرام روحوا تابعوني، لأنه أني أنشر بيومياتي ويوميات إلياس همين. انتظروني في فيديو جديد، وأني أحبكم كل شهواية ومع ألف سلامة. باي باي.